المارجريتا دي على فكرة مية اللانو يا جماعة بعد الأكل هايلة، عشان كده نادر صبري بيحبها جدا. مين نادر صبري؟ نادر صبري اللي بيحط مية اللانو في الكتل بتغلي. أي مين نادر صبري؟ نادر صبري لما بيحط مية اللانو في التلاجة بتسع زي كده بالظبط. تاني نادر صبري؟ على فكرة نادر صبري بيمسك ازازة اللانو من نفس الحتة دي بالظبط. مين نادر صبري؟ ها؟ مين؟ يلا كلنا نعمل حركة نادر صبري؟ لا مش دي حركة نادر صبري، أنا ما أعرفش مين نادر صبري. نادر صبري اللي بيرش على وش مية اللانو بينتعش. حضرتك ممكن تكسب معانا جايزة 100,000 جنيه لو جاوبت على السؤال ده، مين حفر بير مسعود؟ نيلسون سلايزن ولا نادر صبري؟ نادر صبري. لا للأسف الإجابة خاطئة. بقول لك يا عم إبراهيم، مين نادر صبري؟ نادر صبري اللي بيحط مية اللانو كده على النار وتنطفي. ألف ألف مبروك. بسم الله ما شاء الله، شبه نادر صبري بالظبط. مبروك. مية إيلانو طبيعية جدا، بتعمل الطبيعي، بتسقع، بتغلي، بتنعش، حتى سألوا نادر صبري. إيلانو مية طبيعية.